لهذا النوع من صحيح الموسيقى صحيح الحياة. صحيح. أستاذ كيس، بدي حضرتك لمتابعة مقطوعة لك بتحمل عنوان إلى وطني، وبعد أكيد رح نرجع لنتابع حديثنا وتفاصيل تانية بحياتك. شكرا. جميل، يعني بعد هذا الكلام واكيد الشيء اللي شفناه من الموسيقى الجميله والملامح السوريه الرائعه، اكيد بعتقد يعني شوي صعب الكلام. على كل من خلال الشيء اللي شفناه مع بعض لاحظنا بالموسيقى هو دمج بين الشرقي والغربي. نحكي شوي عن هذا الموضوع.